نقدم لكم أبرز أعمال الدراما الكورية التي سوف تعرض في شهر مارس لعام 2022. باتشينكو استنادا إلى أكثر الكتب مبيعا في نيويورك تايمز، تؤرخ هذه القصة الكاسحة آمال وأحلام عائلة مهاجرة كورية عبر أربعة أجيال وهم يغادرون وطنهم في سعي لا يقهر من أجل البقاء والازدهار. الدراما من بطولة لي منه ومنها كيم. Crazy Love تدور أحداث الدراما حول رجل يتظاهر بفقدان الذاكرة عندما يقال له أنه سوف يقتل، وامرأة تتظاهر بأنها خطيبته عندما قيل لها أنها ليس لديها الكثير من الوقت للعيش. كوجينا هو أشهر معلم رياضيات في مجال التعليم الخاص، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة. على الرغم من حصوله على التعليم الثانوي فقط، إلا أنه حقق الكثير من النجاحات بسبب ذكائه الشديد. ليشين هي موظفة هادئة وانطوائية تعمل كسكرتارية عند كوجي. الدراما من بطولة كيم جي ووك وكريستال يونغ. Set me apart. All I feel was bliss, but you were never there. You were never. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight, but you don't wanna see me cry. Why Here؟ سوجي هي محامية موهوبة بما فيه الكفاية، تعمل في مكتب محاماة هو الأفضل في كوريا. هي مدفوعة برغباتها في كسب القضايا وكذلك مبادئها الذاتية الصالحة. لقد عاشت حياتها لتحقيق النجاح، لكنها تتورط في قضية غير متوقعة ويتم تخفيض رتبتها للعمل كأستاذة في كلية الحقوق. تلتقي بغونغ تشانغ وهو طالب في كلية الحقوق. غونغ تشانغ عاش في ماضي مؤلم، ولكن لا يزال لديه قلب دافئ يقع في حب سو جي، وسيفعل أي شيء من أجلها. الدراما من بطولة سيو هيون جين ووانغ إنيو. ساونتراك تدور أحداث الدراما حول رجل وامرأة كان صديقين منذ أكثر من 20 عام. ينتهي بهم الأمر بالعيش معا لمدة أسبوعين والسير على الخط الرفيع بين الصداقة والحب. الدراما من بطولة هان سو هي وبارك هيونغ. بعد تعرض شاب لحادثة جعلته نصف إنسان ونصف شبح، تستعين به شركة لحاصدي الأرواح في العالم السفلي لأجل تنفيذ مهمات خاصة. الدراما من بطولة كيم هي وسون رون وسو هيوك. But you don't wanna see me cry. There is no way that it's
never going there. I think you better, and I swear I'll follow you no-